السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد الحريشات بالفينو زوينين، كندير فيهم بيرلي، كيجيو لذاد وخفاف وغادي يعجبوكم. هنا في المكونات عندي حبه واحده ديال البيض، وعندي نص كاس العنبه ديال السكر، هنا غنضيف نص كاس العنبه ديال الزيت، هنا غنضيف علبه ديال بيرلي، هذا طبيعي، بغيتو ديروا الحلو ديروه بحال بحال. هنا غنضيف مبشور ديال الحامض، هنا ضفت 4 كاس العنبه ديال الكوك، جوز الهند، هنا غنضيف الكاس الاول ديال الفينو، الفينو غادي نعبروا لكم تاهو بالكاس ديال العنبه، وكيس ديال خميره الحلويات ديال 8 غرام. صافي غنمزج كلشي بيدي، غنضيف من الكاس الثاني، هذا الفينو راه ماشي سميده، يعني دقيق القمح الصلب، صافي البنات غنكتفي بجوج كيسان ديال العنبه ديال دقيق القمح الصلب، يعني الفينو، صافي ما غاديش نزيد عليهم جوج كيسان ديال العنبه. هنا تالتالي كتضيفوا معلقه ديال الشوكولا فيرميسيل، صافي كتدخلوها مزيان، هانتوما كما شفتوا الخليط ديالي يعني كيكون شي شويه مرفوف، صافي دابا غادي نخليها تقريبا واحد 4 دقائق الوقت اللي كتوجدوا فاش غتفندوا، وديروا الفران ديالكم يسخن وترجعوا باش تكوروها. بالنسبه للتفلات ديال هاد الوصفه اليوم، غادي ندير الكوك وندير اللوز افيلي، يعني جوج معالق كبار ديال الكوك واللوز افيلي، بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش حيدوه خليوه غير الكوك، المهم اللي بغيتو على حسابهم، كيجيو زوينين حتى في المنظر ديالهم. هانتوما ها الخليط ديالي يعني تجمع وكيتكور لكم بكل سهوله، غادي نفندوه، بهاد الشكل هذا. ضروري تبعدوا بيناتهم، هانتوما كتساعدوا بيديكم باش كيلصق لكم داك اللوز.
بالنسبه للفران البنات فهاد الاثناء كنكون كنسخنو على 180 درجه من الفوق ومن التحت، واللاطه ديالي غادي نوضعها الوسط، يعني في لاطه ديال الفران كنديروها الوسط ديال الفران الكهربائي، صافي كتشقق وفي نفس الوقت كطيب، كتعطيو تقريبا ما دغيا كطيب لكم ما كتعطلش. صافي غادي نكمل اللاطه ديالي بالتعمار وغادي ندخلها طيب بنفس الطريقه اللي ذكرت لكم. فوالا البنات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا، كيجيو بهذا الشكل هذا كما شفتوا، كيجيو زوينين بزاف. الكميه عطاوني 13 القطعه، كيجيو زوينين هكا وكبار، بغيتو تصغروهم صغروهم، فهما كي يعني كيبقاو هكا مع القهوه، كيجي الحجم ديالهم زوينين. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، نقسم معكم واحد القطعه. بالنسبه للاستبدال ديال بيرلي البنات، تقدروا تستبدلوه باي غرت عندكم، يعني اي غرت عندكم، سواء فاني بالكوكو اللي عندكم ديروه، الا توفر لكم بيرلي ديروه، كيجيبهم هشاش بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، نشوفكم فيديو جديده، والسلام عليكم.